فريق فرسان التحدي يقدم لكم برنامج صحتك في أكلتك، إعداد عمرو فاروق، تقديم أسماء محمد. أصدقائي وصديقاتي ومتابعين قناة فرسان التحدي في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك في أكلتك، إعداد عمرو فاروق، تقديم أسماء محمد. النهاردة هنتكلموا عن حاجة مختلفة جدا ناس كتير بتحبها، وهي البطاطا. أيوة، البطاطا مش البطاطس. تعتبر البطاطا من الخضروات الشتوية، وتحتوي البطاطا على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، واللي بيخليها لها دور كبير قوي الحفاظ على القلب والشرايين، وكمان بيظبط مستوى ضغط الدم. وتعتبر البطاطا مصدر للكربوهيدرات والنشويات، والعناصر دي بتعتبر المصدر الأساسي للطاقة في الجسم. وتحتوي البطاطا على عدد كبير من الفيتامينات، واللي بيجعلها مصدر قوي لتقوية المناعة. البطاطا ديت في مننا بيشويها، وفي مننا بيسلقها، وفي بطاطا بالبشاميل، وفي بطاطا بتتعمل باللبن، وهي أكلة جميلة قوي وناس كتير قوي بتحبها، وخصوصا الأطفال بيحبوها قوي. بصراحة يا محلى البطاطا كده لما تاكلوها مع الذرة المشوي كده وانتوا على الكورنيش، ما اقولكمش حاجة تحفة بصراحة. وبكده تكون خلصت حلقتنا، استنوني بكرة في حلقة جديدة مع أكلة جديدة من برنامج صحتك في أكلتك. كنت معكم أسماء محمد، قناة فرسان التحدي، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.